تنصحنا ايش يعني؟ لا خد كيف شوف اذا انا ازيته شو يعني نجرب عليهم صحيح نعم لا تحرك فتنة لا 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 ابدا جهلاء يعطي واحد رصاص ينزل عليكم عشرة مسائل قذائف قذائف مش هنك رصاصة عكبالها كذيفة ايه رصاصة عكبالها كذيفة هذا وصول الحرب لا 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 كله غلط فين تعلم فتنة الفتنة نائمة لأن الله مفيدها هذا عرب أنت تعرفه لكن يخاف كل إنسان يعني شر كشرار شرار النار العاصم يعني أهل الإسلام واحد واحد المسلم أولى من كل الدنيا مرحبا.